هذه لوحة اسمها الزواج الغير متكافئ أو الزواج الذي يندرج تحت الزواج الإجباري، زواج القاصرات، الزواج اللي هو غير ضد الطرفين. فإحنا نلاحظ ملامح الوجوه الاثنين إنهم الاثنين متضايقين، الاثنين مش موافقين على الزواج. والزوج لبسها قنبلة، هذه القنبلة هي تمثل الانفجار الذي سيأتي بعد ذلك، بمعنى أن المرأة هذه إذا كانت نفسيتها أو إنها غير متزنة نفسيا بالنسبة للزواج هذا، فإنها بالضرورة سوف تخلف أطفال غير متزنين أو أطفال معقدين عندهم عقدة معينة بسبب تنمية الأم أو عدم راحتها. لأنه بالضرورة إذا كانت وصفة الزواج ناجحة من البداية فالمجتمع بشكل عام سينجح. وهذه قصة هذه اللوحة، وهذا منها الآخر لهذه اللوحة، الزواج المكافئ أو الزواج الذي فيه راحة ومودة ورحمة، وكيف إن الزوج ممكن يبذل إذا كان مرتاح في زواجه. تلاحظ أنه قاعد يطبخ إلى الوجه، الشكل العام اللوحة بشكل عام توحي بالاطمئنانية والحب. هذا من رسم إيميليا الحميري. الآن إحنا بمركز الثقافي، رسامة مبدعة. وهذا وشكرا مستر سندويتش، طبعا هذا برعاية مستر سندويتش. وتحياتي لكم مشاهدين الكرام من المركز الثقافي في محافظة عين.